بتوجيهات رئيس الدولة حمدان بن زايد يأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من موجة البرد والصقيع في جمهورية كازاخستان. محمد بن راشد يطلق الاقتصاد الإسلامي ويصدر قرارا بتكليف حمدان بن محمد بن راشد للإشراف عليه ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي. حلقة نقاشية الأولى من نوعها ينظمها مركز الشارقة الإعلامي مع الدوائر والهيئات الحكومية لبحث أفضل الممارسات الدولية في الاتصال الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم ونبدأها من العاصمة أبوظبي. فبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من موجة البرد والصقيع في جمهورية كازاخستان. وتأتي تلك التوجيهات استجابة لنداء الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين والهلال الأحمر الكازاخستاني بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية كازاخستان. إلى دبي، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس محمد بن راشد للسياسات في قصر البحر في دبي ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وحشد من الشيوخ. وأعرب سموه عن ثقته في أن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر، منوها إلى أن ذلك لا يتعارض في أي مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة، بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كافة القطاعات. كما أصدر سموه قرارا بتكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي. واعتمد سموه تشكيل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي ستعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. كما اعتمد سموه أيضا 6 مبادرات أساسية ستعمل عليها اللجنة بشكل فوري لتحقيق رؤية سموه لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. في رأس الخيمة استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استقبل في قصر الضيت اليوم سعادة إلكسندر إف سيميشكو سفير جمهورية بيلاروسيا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله كسفير لبلاده لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء الذي حضره سعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسفير بيلاروسيا متمنيا له طيب الإقامة وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي أكد على أهمية تبادل الآراء والأفكار بين مختلف دوائر حكومة الشارقة خلال الحلقة النقاشية الأولى من نوعها بالإمارة التي تجمع كل مدراء ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية لبحث أفضل الممارسات الدولية في الاتصال الحكومي. فإنني أجد في لقائنا هذا فرصة لدعوة الجميع للعمل سويا ضمن فريق واحد بأهداف تصب في مصلحة الإمارة أولا وآخرا. أن يلتقي أكثر من 40 رئيس دائرة ومؤسسة من مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة إلا واكتمل العقد الفريد لتلك النخبة التي حملت هم من حولهم فهم حلقة الوصل للعالم. ومن هنالك كانت البداية لتعزيز عمل وحدة الاتصال الحكومي لإمارة الشارقة. وهذه الوحدة إن شاء الله أتت بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة لتوحيد الخطاب المشترك لدوائر وحكومات إمارة الشارقة، وسوف تقوم وحدة الاتصال الحكومي هذه بالمرور على مختلف الدوائر لتدريب مختلف
الوحدات في الدوائر هذه بحيث تتطور لتكون يعني أشبه بالوحدة التي تأسست في مركز الشرق الإعلامي، بحيث أن الخبر يصل للجمهور بطريقة إيجابية ويشارك الجمهور في الرأي. تغيير الوضع إلى الأفضل والإحساس بالمشكلة ظهر واضحا جليا بين الحاضرين ومقدم الندوة هشام العمراني مدير العلاقات الحكومية في شركة إبكو العالمية من خلال المحاور التي طرحت بالندوة لتثري الحلقة النقاشية. تحدث بعقل واحد، فكر واحد، قلب واحد، لسان واحد. الناس أصبحت تتطلب أكثر، هذا طبعا بيلقي عبء علينا أكثر كيف التواصل، ومش بس عبء بس بيلقى لازم يدفعنا انه احنا نكون فلكسبل، نتغير ونتقبل انه الواقع صار انه لازم نتحدث مع المؤسسه كلها، من اكبر شخص في المؤسسه الى اصغر شخص في المؤسسه، لان المنظومه كلها تهدف الى ارضاء المتعامل. تبني ممارسات عالمية تخاطب الجمهور بوضوح وشفافية، أهداف وضعت نصب الأعين من شأنها أن تخدم مصالح المجتمع كافة، لأنها مسؤولية مجتمعية. العديد من الجهات كانت تنتظر انعقادها لأهميتها في توحيد الكلمة الإعلامية وتوحيد الرسائل التي يجب أن تبث إلى الإعلام من خلال المؤسسات الحكومية في حكومة الشارقة. إذا أخذنا في الاعتبار الآن بأن يعني التعليم أصبح مسؤولية مجتمعية يجب أن تشارك بها كافة مؤسسات المجتمع، وبالتالي لا نستطيع أن نعزز هذه الشراكة إلا من خلال التواصل الإعلامي والتواصل المجتمعي. رؤية واحدة تكتمل بهمم وجهود كبيرة مبذولة ساهمت لعكس صورة مشرقة ومشرفة للشارقة الباسمة. نعم، آن الأوان لوضع استراتيجية إعلامية نموذجية توحد الخطاب للمؤسسات بالإمارة لتنوير الرأي العام، فهذا التوحيد سيمكننا من صنع جدار صلب لمواجهة التحديات في المستقبل في ظل هذا الزخم الهائل من المعلومات والأخبار من حولنا. من غرفة التجارة وصناعة الشارقة لأخبار الدار، سماح الشيخ. ولتسليط الضوء على هذا الحدث يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي. الأستاذ أسامة سمرة، مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الدار. مساك الله بالخير أستاذ محمد، حياك الله. الله يسيك بالنور. المركز الإعلامي اليوم كان راعي لهذه التظاهرة التي جمعت كل رؤساء ومدراء الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، أطلعنا بتفاصيل وكيف استطعتم أن تجمعوا كل هؤلاء المسؤولين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن اللقاء التعريفي اليوم بوحدة الاتصال الحكومي بمركز الشرق الإعلامي يعد حقيقة اللقاء الأول الذي يجمع رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة جميعا لمناقشة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي، أفضل الممارسات العالمية. الحقيقة كان هناك تجاوب كبير من أكثر من 49 دائرة وهيئة حكومية في إمارة الشارقة للمشاركة في هذا اللقاء التعريفي الذي حظي حقيقة بدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة. هذا اللقاء الذي سعينا حقيقة من خلاله إلى بلورة أهداف وتطلعات مركز الشارقة الإعلامي في ترجمة توجيهات ورأى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير كما ذكرت آلية الاتصال بين الدوائر الحكومية والجمهور وبين الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. نعم أستاذ أسامة، كما هو معلوم مركز الشارقة هو ذراع أو الذراع الإعلامي لحكومة الشارقة، كيف كانت دعواتكم لتوحيد وتجانس الخطاب الإعلامي ليكون أداة لإصلاح وتنوير الرأي العام؟ طبعا لا شك أستاذ محمد، هذه الوحدة التي تهدف أساسا إلى خدمة المواطنين وإبراز كل ما تقدمه كافة الدوائر الحكومية في الشارقة، الفكرة هذا التعاون وهذا التكاتف من مختلف الدوائر الحكومية لإبراز إنجازات الإمارة وعكس الصورة الحقيقية يؤكد من جديد حرص القطاع الحكومي في إمارة الشارقة لتحقيق أهدافه في رفعة هذا الوطن. اليوم هذا الإقبال وهذا الحقيقة اللقاء التفاعلي على مدى أكثر من 3 ساعات
أظهر حقيقة انعكاسات فكر الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة على القطاع الحكومي في الإمارة. طبعا عندما نتحدث عن الاتصال الحكومي فنحن نتبع خطة صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال مداخلات سموه مع برنامج الخط المباشر التي تمثل التواصل الأمثل مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. نأخذ من هذه الرؤية ومن هذه الخطة منهاجا في عملنا لتعزيز التعاون المشترك بين الدوائر الحكومية المختلفة في الإمارة. نعم، كيف يمكن أن يكون لتوحيد الخطاب الإعلامي تأثير إيجابي على الثقافة في ظل الكم الهائل، دعنا نقول، من المعلومات المتطايرة في كل مكان ومتاحة أيضا للجميع؟ طبعا اليوم أستاذ محمد، مع تطور وسائل الاتصال ومع اختلاف التقنيات المتعلقة في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع القضايا المختلفة إعلاميا، أصبحت هناك أسس كالملاحظة والإصغاء وتناول الأفكار ونقلها إلى وسائل الإعلام. أصبح لابد من توحيد الخطاب الإعلامي في رسالة واحدة موحدة تخدم استراتيجية إمارة الشارقة، تخدم التعريف بحضارة إمارة الشارقة، بموروثها الثقافي والتراثي. اليوم العمل المشترك بين الدوائر الحكومية كما حدث بين مركز الشارقة الإعلامي والعديد من الدوائر الحكومية الحقيقة في الفترة الماضية، كهيئة الإنماء التجاري والسياحي وشروق وبلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، هذا التعاون يفتح المجال لإرسال خطاب موحد يتماشى واستراتيجية حكومة الشارقة، يسهل نقل الصورة الحقيقية لوسائل الإعلام، مما طبعا لا شك أنه ينتج عن عدم تناول وسائل الإعلام لقضايا من منظور غير حقيقي أو من منظور مختلف عن واقعها. فالتفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام يعطي انطباعا إيجابيا لدى الجمهور لا شك. من الأستاذ أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي، شكرا لك على هذه الإفادة والمداخلة. أشكرك أستاذ محمد، شكرا. سعادة سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة صرح أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون. وأكد النائب العام للدولة أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية. أخبار الدار ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الآبار المهجورة خطر محدق يهدد حياة البشر والمواشي. أهلا بكم من جديد. الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم شهد صباح اليوم بقاعة مسرح قصر الثقافة بالشارقة العرض المسرحي الاجتماعي بيت العنكبوت، والذي أقيم بتنظيم من المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبالتعاون مع شرطة الشارقة ومنطقة الشارقة التعليمية وبرعاية من مجلس الشارقة الرياضي. العرض المسرحي الاجتماعي بيت العنكبوت الذي حضره الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم ناقش جملة من الظواهر السلبية المنتشرة بين أبنائنا الطلبة في المدارس كتعاطي المواد المخدرة التي تؤثر بشكل كبير وخطير في الجيل الناشئ، وذلك ضمن خطة موسعة لنشر الوعي وترسيخه بين هذه الفئة. الخطة الاستراتيجية مالتنا احنا كفرقة وكمكتب ثقافي يهمنا شريحة الشباب، هم المستهدفين في عملنا ومشاكلهم، ومش مشاكلهم فقط، مش المشاكل السلبية فقط، لكن حتى إنجازاتهم الإيجابية، لأنه هم مو فقط سلبيين، هم أيضا إيجابيين.
للمسرحية عدة مرام هادفة ترغب في تكريسها، ومنها توعية الشباب والطلاب بخطر الظواهر السلبية وبخاصة انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة التي تدمر الفرد والأسرة وتؤثر على استقرار المجتمع وأمان أفراده. هو طبعا ليه تأثير إيجابي وتأثير فعال، لأنه إحدى طرق التوعية اللي هي الجميلة اللي هي ممكن توصل، لأن عارف حضرتك طبعا المعلومات مكتوبة كتير في الوقاية والتوعية، لكن ده أسلوب ناجح جدا لأنه ممكن يوصل لكل المستويات. بس مرة واحدة المسرحية استمرت خلال فترتي الصباح والمساء رغبة في إطلاع المجتمع على هذا الجهد، وخاصة العاملين في مجال التربية والتعليم والمؤسسات الاجتماعية والإعلامية وتلك المختصة برعاية الشباب. طبعا لا شك أنه عرض رائع، أكثر من رائع، قام على يعني يد شباب همهم أن يوصلون رسالة لإخوانهم وقرانهم من طلبة المدارس وللطلاب بأن بعض المظاهر السلوكية مفترض أن تبتعد عنهم، مفترض أن يعني يحاولون بقدر المستطاع أنهم يركزون همهم على بناء الوطن. مسرحية بيت العنكبوت ألقت حجرا في بركة ساكنة فحركتها ضمن منظومة متكاملة للفت الانتباه للجيل الناشئ والاهتمام به باعتباره أمانة في أعناقنا جميعا. يحترم وطنه ويكون لهم خيال سفير لهويته في الداخل والخارج، ويحترم مجتمعه ويكون فرد منتج مبدع ومبتكر ويحافظ على القيم. تقدر ولا ما تقدر؟ لأخبار الدار نسيبة موسى. وفي المسرح كذلك، عقدت إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بمركز الذيد الثقافي اجتماعا تعريفيا لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته الثالثة بحضور الجهات المعنية والمشاركة في المهرجان. التفاصيل في سياق التقرير التالي. على خشبة المسرح يطلق العنان للتميز لرسم مساحات من الإبداع، فكيف إذا مهد الطريق لأجيال الغد للانطلاقة منها؟ نعم، الشارقة أرض لولادة كل ما يخدم الحراك الثقافي والمعرفي، فمهرجانها المدرسي يعد أرضا خصبة لتغذية الطلاب والسمو بهم للمعالي. عادة يطلق على المسرح مسرح الكبار يعني من دون مصطلحات علمية أنه هو أبو الفنون. أنا أطلق عليه المسرح المدرسي جد الفنون. أسدل الستار على العدد الأخير من المهرجان المدرسي العام الماضي بنجاح باهر، أما هذا العام بدأ التنسيق له باجتماع اللجنة المنظمة مع مختلف الجهات المشاركة والمعنية بهذه التظاهرة الثقافية المسرحية في المركز الثقافي بالذيد. قصدنا من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى مدراء المدارس، استماع إلى مشاكل الميدان التربوي، فمن خلاله نحن نقدر نشوف نصل إلى صيغة معينة من أجل حل هذه المشاكل. مشروع دار الثقافة في الشارقة الحقيقة يعني أسهم بشكل كبير في مساعدة وزارة التربية والتعليم في هذا الإطار اللي هو المسرح المدرسي. هدف الاجتماع إلى التأكيد على أهداف المهرجان في تفعيل اهتمام المدارس بالنشاط المسرحي وتعزيز الهوية الوطنية والقيم التربوية والارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية. كما استمعت اللجنة المنظمة للمهرجان عن كثب لمشكلات ومعوقات المسرح المدرسي وإيجاد الحلول المناسبة لها بهدف تثبيت جذور المهرجان ليكون خير رافد للأجيال القادمة. هذه الصورة تعبر عن مدى أهمية المهرجان المدرسي الذي يساهم في الارتقاء بالطالب في مجال المسرح والتأثير إيجابا لبناء شخصية قوية وبفكر إبداعي لدفع عجلة الحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى المستويات. لأخبار الدار محمد مال الله الهنيامي.
برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس، نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة الحفل السنوي للمجلس. تفاصيل الحفل في التقرير التالي. هذا الحفل جاء لتوطيد العلاقات بين الإعلام الوطني والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عبر توضيح مستجدات المجلس وإنجازاته، كما أتاح الحفل الاطلاع على العناوين الكبرى لأهم البرامج لعام 2013، وتم عرض أهم الأرقام والإحصاءات لعام 2012 مع عرض نماذج لمبادرات ثقافية وإعلامية. كذلك اشتمل اللقاء عرض نماذج من إنجازات مؤسسات المجلس، منها عزف مقطوعات موسيقية لشباب من المراكز الناشئة، وعرض مسرحي إيمائي لطلبة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بعنوان صور تذكارية. وتقديرا لكل بصمة إبداع ساهمت في إثراء حصاد أنشطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كرم المجلس عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامية. وللمجلس دور يتخطى النشر الإعلامي للفعاليات، فقد حمل على عاتقه تبني الطاقات الشابة المبدعة في المجال الإعلامي من أجل تسخير الإعلام لخدمة المجتمع والأسرة. وقد تم الإعلان خلال الحفل عن مسابقة إعلاميات المستقبل للمكتب الثقافي والإعلامي بعنوان البرنامج التلفزيوني، وذلك من أجل تحفيز الأفكار الشابة والمبدعة في مجال الإعلام. وتم اختتام الحفل برسالة مجتمعية قدمها المكتب الثقافي والإعلامي بعنوان الدنيا بخير. لأخبار الدار عايدة طاهر. الآبار تعتبر مصدرا مهما للمياه الجوفية، ولها عدد من الاستخدامات كالشرب وري الأراضي الزراعية، ولكن ما أن تهمل هذه الآبار وتهجر حتى تصبح خطرا على الأرواح. عائشة الزعابية عدت هذا التقرير والذي يتناول خطورة الآبار المهجورة. في منطقة طريف التابعة لمدينة كلباء تنتشر وتتواجد في مزارعها الآبار المكشوفة القديمة التي هجرها أصحابها ولم تعد صالحة للاستخدام، حيث توقف نشاطها منذ سنوات طويلة واندثرت معالمها، فلم يتبقى منها إلا فوهات بأحجام متفاوتة مما تشكل خطرا على ساكني المنازل القريبة منها. جهود اللجنة المكلفة من قبل إدارة الدفاع المدني وبالتنسيق بين المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية تتكاثف في حصر الآبار المهجورة والمنتشرة في المنطقة وإعطاء أصحاب هذه الآبار مهلة لتسويرها، وفي حال عدم امتثال أصحاب هذه الآبار للقرار سيتم ردم هذه الآبار من دون الرجوع إليهم. تم حصر من قبل إدارة الدفاع المدني، الدار العام للدفاع المدني والأخوة في إدارة التخطيط والمساحة بالآبار الموجودة، وركز حقيقة على الآبار القريبة من المناطق السكنية في الطريف وفي الدحيات وفي الساف، واتفقنا على أن يكون هناك طلب من الأهالي بعمل سياج حول تلك الآبار. مياه آسنة ومصدر انبعاث روائح كريهة بسبب ما يرمى فيها من مخلفات جعلت من هذه الآبار أشبه بمكب للنفايات، حيث ستجد فيها كل ما لا يخطر على البال كهذا الخروف الذي سقط في هذا البئر ولم ينقذه أحد. الخطورة اللي تشكلها تقريبا نلاحظ أن في بعض الفضول للأطفال، خصوصا الآبار اللي هي قريبة من مساكن، وخوفا من هؤلاء الأطفال عملية التدافع على بالقرب من تقريبا هالآبار وسقوط أحد الأطفال داخل هالآبار، وهذه الآبار تقريبا في منها فيها ماء راكد قديمة تقريبا جدا، فيها غاز الميثان يشكل خطورة جدا على الأطفال أو يشكل خطورة على أي إنسان تقريبا وقع داخل هذا البئر. للآبار المهجورة والمكشوفة مخاطر متعددة، على رأسها خطر السقوط المباشر فيها، فتكون مصائد بالغة الخطورة عندما يجتازها المارة، بل الأسوأ من ذلك
أنها قد تبتلع من يمر فوقها دون أن يلاحظهم أحد، مثل هذا البئر الذي كان على قارعة الطريق ومكشوف ومستوى مع سطح الأرض، وبعد تنويه إدارة الدفاع المدني لصاحبه تم تسويره. آبار قديمة تركها أصحابها للزمن وعفى عليها هو الآخر، مما شكل خطورة على قاطني هذه الأماكن. لأخبار الدار، عش الزعابي، مدينة كلباء. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها. بتوجيهات رئيس الدولة، حمدان بن زايد يأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من موجة البرد والصقيع في جمهورية كازاخستان. محمد بن راشد يطلق الاقتصاد الإسلامي ويصدر قرارا بتكليف حمدان بن محمد بن راشد للإشراف عليه ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي. حلقة نقاشية الأولى من نوعها ينظمها مركز الشارقة الإعلامي مع الدوائر والهيئات الحكومية لبحث أفضل الممارسات الدولية في الاتصال الحكومي.